يسعدنا أن ينضم معنا داخل الاستوديو الدكتور الشيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري، مستشار الوزير للشؤون القانونية، المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية. دكتور شهاب، مساء الخير. مساء النور والسرور. أهلا وسهلا بك. أهلا بك يا صاحبي. كل عام وأنتم بخير. صحة وسلامة إن شاء الله. كم مضى من الوقت من سبعة صحيح؟ إلى الآن ثلاث ونص وخمس تقريبا، خلنا نقول المتبقي ثلاث ساعات ونص. المتبقي ثلاث ساعات ونص على قفل صناديق التصويت. إذن رسالة منك ومني ومن الجميع لمن لم يرشح إلى الآن، نعم، يتجه مباشرة إلى صناديق الاقتراع، نعم، إلى مراكز الانتخابات في كل ولاية معروفة الأماكن أساسا. نعم، نعم. ما هي الأخبار من مراكز الانتخابات وأنتم تراقبوا عن كثب الحقيقة هنا في وزارة الداخلية؟ وراء الأخبار التي ترد إلينا سواء من خلال هذه التغطية المميزة، من خلال كاميراتكم الحقيقة المنتشرة في كافة مراكز الانتخاب، أو من خلال التواصل مع أصحاب سعادة الولاة ورؤساء اللجان، الأخبار طيبة، الأخبار تؤكد أن هناك في إقبال من الناخبين، في تعاون، في تفاهم لكافة إجراءات سير الانتخابات، والحمد لله الأمور تسير بسلاسة. و سطح الاتصالات فيما يتعلق بإشكالية صعوبات قليلة جدا يعني اللي تلقيناها في اللجنة الرئيسية، لم تكن هذه الاتصالات أو الاستفسارات أو أن في هناك صعوبات واجهت عملية التصويت. نعم، كان دكتور ربما القلق الإيجابي على بعض الأجهزة، نعم، فأخذت اللجنة الرئيسية والجهة المعنية في وزارة الداخلية احتياطاتها وجاهزيتها لهذا الأمر. نعم، بالنسبة للأجهزة اللي ربما تستخدم لأول مرة، هل هناك يعني ما يذكر أو الأمور مشت كما هو مخطط لها؟ الأجهزة مشت كما هو مخطط لها، باعتبار أن هناك كانت يعني الأجهزة تم تجربتها وتم تشغيلها حتى قبل يوم التصويت، في اليوم السابق من التصويت هناك، حتى بالنسبة للفرز الآلية الجديدة أيضا عملنا تجربة قبل أسبوع أسبوعين وكانت ناجحة، لذلك لم نواجه أي إشكاليات. نتعامل صح مع أجهزة إلكترونية تقنية، ولكن مع ذلك لأن التدريب كان عليها جيد، التجارب أيضا العملية كان جيد، تشغيلها كان يوم سابق للإطمئنان على أنها راح تكون أيضا جاهزة لهذا اليوم. كل هذه الظروف، هذه العوامل ساعدت في أن الأمور تمشي كما مخطط لها. هل كما ورد في إعلاناتكم السابقة ولقاءاتكم السابقة دكتور شهاب، بأن فعلا يعني هذه الأجهزة ستساعد وتحل إشكاليات كثيرة وعديدة، الفرز سيكون آلي، النتائج ربما ستكون قبل المواعيد السابقة اللي كنا نتأخر إلى ساعات متأخرة من الليل، الدقة، الموضوعية، الشفافية، كلها واردة في هذه الأجهزة؟ هي بعض الخصائص اللي تفضلت ذكرتها هي أساساً كانت من سنوات سابقة، كالفرز الإلكتروني، يمكن الدقة. اللي راح يميز السنة هذه هي السرعة في إعلان نتائج، لأن هذه الأجهزة اللي هي مثبتة على أجهزة صناديق التصويت راح تعمل قراءة أولية لاستمارات التصويت أول بأول، وبالتالي عندما يتم نقلها إلى قاعات الفرز ستكون العملية سريعة، لن يتم هناك البدء من الصفر في فرز هذه النتائج، وإنما سفقط يعني عملية تجميع الأصوات من كل مركز وفرزها وإعلانها أول بأول. لذلك أتوقع إن شاء الله راح تكون ليلتنا إن شاء الله يعني تنتهي سريعة إن شاء الله، وإعلان النتائج راح يكون إن شاء الله بشكل سريع، ربما فقط تعرف البعد بين مركز الآخر، ربما بعض الولايات عندنا في نيابات حركة الصناديق، إغلاق الصناديق ما يأخذ وقت، نقلها بالسيارات إلى قاعة التصويت، هذا ربما هو يأخذ يعني يؤخر عملية إعلان النتائج، لكن فورا وصولها لقاعة التصويت عفوا قاعة الفرز لن تأخذ هذا الوقت الطويل يعني لفرزها. نعم. بالنسبة لدخول الناخب أو الناخبة إلى مكان التصويت دكتور، هل يعني وضعت ربما توقيت معين أو رصدت هذا الأمر؟ كم دقيقة يستغرق من يدخل حتى يخرج؟ هذه العملية طبعا ليست بجديدة من فترات سابقة، وكنا نحاول كل ما في فترة نقلل، ولكن هي في معدل دقيقتين من دخوله، تحقق من هويته بطاقة شخصية، إثبات ناخب، من ثم أيضا اختيار الاسم إلى رمي الاستمارة في الصندوق، كل هذه العملية في خلال صدق دقيقتين. ولا أقول لك أيضا بشهادة، هذه شهادة حق تقال في حق الناخبين، أن هناك في تعاون كبير، في تفاهم، في هناك أعتقد الناخبين طبعا من خلال التغطية الإعلامية، الدور الكبير اللي قامت فيه اللجنة الإعلامية حقيقة، توعية العمل الإعلامية اللي شهدناها، أصبحوا يعني مطلعين على إجراءات سير عملية التصويت خطوة بخطوة.
لذلك من يدخل قاعة التصويت هو مدرك وعارف ايش راح يسوي. فالعملية كانت تمشي بسلاسة وانسيابية حقيقة. دكتور، وانت تذكر جزئية التحقق من التسجيل، نعم، او عدمه او غيره، نعم، عملتوا احتياطاتكم في المراكز في حالة التأكد ان هذه البطاقة ربما منتهية او غير صالحة او ربما غير مسجل الناخب في سجل الناخبين، يتم عمل إجراء معين في وقته، صحيح؟ نعم صحيح. هل تم الآن في هذه الدورة؟ هذا كذا تم. البطاقة عندما يعني تدخل في القاري الأهلي للتحقق من إثبات حضور هذا الناخب، القراءة تظهر على طول إذا البطاقة ما فيها إشكالية، لكن بعض البطاقات قد تكون منتهية. طبعا إذا منتهية صعب أن الجهاز يقرأ المعلومات، أو أحيانا تكون هناك في إشكالية في الشريحة الإلكترونية، فأيضا القاري الآلي لا يستطيع قراءته. ومع ذلك هناك في قاعة احتياطية يعني يوجه هذا الناخب الخروج من هذه القاعة أساس أيضا تكون حركة مستمرة وما يخرج عملية إلى قاعة أخرى لمعالجة هذا الأمر إن أمكن. وهذا في توجيه أيضا إلى كل المراكز. بس فقط فيما عدا إذا كانت البطاقة لا تقرأ، طبعا صعب ان نعالجها ونوجد لها، لان خلاص البطاقه ما ممكن قراءتها لا في هذا القاعه ولا في قاعه التصويت، فليعذرنا الناخب يعني. صحيح، وهذا افتكر قليل دكتور. نعم، خاصه نتكلم عن هذه الدوله. مثل ما قلت انا ان التوعيه الاعلاميه والدور الاعلامي اللي قمتوا به جزاكم الله خير، هذا واجب، كان له دور في فعلا توعيه المواطنين باهميه ان يعني يروح للمركز وهو حامل بطاقه ساريه مفعول، حامل بطاقه غير منتهيه. لذلك البعض حتى اللي كانت منتهيه بطاقاته كانوا يسارع في الاسبوع الماضي قبل يوم التصويت انه يجدد هذه البطاقه حتى تكون بطاقه ممكن ايضا يستخدمها في عمليه التصويت. دكتور، كما هو حادث في الدورات السابقه، لكن بس للتاكيد او الاشاره الى هذا الموضوع، اخواننا واهلنا ومن للحق ايضا في أن يكون موجود في قاعات الانتخاب لكن من ذوي الإعاقات الخاصة، يعني لهم أماكن خاصة، لهم من يدلهم، لهم من يعينهم في مثل هذه الأمور. نعم، هناك أيضا في أعضاء من لجان مدربين لهذا العمل. هناك في لوائح إرشادية في بعض المراكز الانتخابية تعطي وتواليها الأولوية لأصحاب الإعاقة أو يعني في إرشادات تعطي الأولوية لهم الحق، وأيضا هناك في أعضاء لجان مدربين على التعامل مع هذه الحالات. ومن يعني لا يجيد القراءة أو الكتابة أو كبار السن اللي محتاج إلى مساعدة أو غيره. وهذا أيضا لاحظنا من خلال المتابعة والرصد من خلال كاميراتكم، لاحظنا فعلا أن هناك في بعض المراكز في هناك كبار السن في بعض كان هناك أعضاء لجان متعاونين معهم ويعني يساعدوهم لله بصوتهم. نعم، أثناء متابعتك مع زملائك في القاعة القريبة من الاستوديو الخاص للتلفزيون دكتور، واللجنة في حالة الانعقاد، في حاب يعني أنت واللجنة حابين توجهوا رسالة معينة الآن للناخبين وللناخبات؟ هي الكلمة هي اللي بديتها في بداية حديثك أن الوقت متبقي كما قلنا 3 ساعات ونصف، لذلك أدعو الأخوان الآن وصل أقل طبعا فهناك الناخبين أعتقد يعني في خلال الفترة الماضية قيدوا نفسهم في القوائم الناخبين، نزلت أسماءهم، فما أدري طالما أنا ناخب ومقيد اسمي وأيضا اسمي نزل في القوائم النهاية، ليش ما سيمارس حقي وأعطي صوتي للمرشح المناسب؟ أنا أساسا أنت ناخب، أنا ما أدعو لغير مسجلين، أدعو الناس المسجلة اللي اجتهدت وراحت مكاتب الولاية سجلت فعلت بطاقاتها الشخصية بالتوفيق الإلكتروني. صحيح، أنت قمت بمجهود في السابق، إذا كمل مجهودك، ها ختمة بأنك تشارك في عملية التصويت اليوم. وعملية التصويت وعملية الاختيار واجب وطني الحقيقة، واجب وطني تنتخب يعني لنفسك، لأسرتك، لبلدك. يعني أيضا نريد نؤكد على مسألة المجالس البلدية، يعني المجالس البلدية حقيقة برغم أن الفترة الأولى مضت، لكن حقيقة من خلال تقييم هذه المجالس من خلال بعض التقارير والمطلعين عليها أن هناك حقيقة قامت بدور كبير يعني برغم من الفترة الأولى، فنحن يجب أن ندعم هذا المجلس أيضا الفترة الثانية، الدعم هذا ما يأتي إلا من خلال الوقوف معه عن طريق المشاركة بأصواتنا. صحيح، لاختيار الأكفى وذو الخبرات المناسبة. إذن ما في تسجيل لأي حالة إلى الآن دكتور نهائيا؟ يعني حالا أقول لك يعني تذكر، لا هي مجرد استفسارات، بعض من الاستفسارات قانونية، بعض منها إشكاليات فنية مثل ما قلت لك نتعامل مع الجسد، وهذا أمر طبيعي، لكن هناك متوفرين أخوة من الدعم الفني موجودين في كل مركز في كل مركز انتخابي دعم فني يعالج أي إشكالية فنية ما قدر يحلها، في مشرف دعم على مستوى المحافظة ما انحلت
في هنا عندنا في الوزارة أيضا فريق موجود يتم التحرك فورا، يتم التحرك فورا واتصالات جارية لو في أي إشكالية، هي الإشكاليات كلها في جوانب تقنية فنية خاصة مثل ما ذكرنا في بعض الأجهزة تستخدم لأول مرة. لأول مرة مثل ما سمعت مثال، لو أنت يعني كنت معي قبل قليل قبل ما أدخل الاستوديو، ما يتعلق بإجازة مثلا الإجازة اللي تصدر نتيجة التصفيط. صحيح. يعني أحيانا الضغط أو شيء من هالقبيل وأنت تتعامل مع جهاز، أحيانا تحصل إشكالية توقف شيء من هالقبيل، لكن على طول الإخوان يحاولون يعالجون أول بأول هناك، إذا ما قدروا يصل الأمر لنا نحاول نجد له طريقة يعني. كل التوفيق لكم دكتور، يعني كل الجهود الحقيقة مسخرة لنجاح الانتخابات، وهي بكل تأكيد المؤشرات كلها مؤشرات إيجابية، ما على الناخب أو الناخبة من تأخر يسارع، لم يتبقى من الوقت إلا القليل، فعلا هي دقائق معدودة، لكن بكل تأكيد لها فارق معين في اختيار الأفضل والأكفى إن شاء الله من خلال الدورة القادمة ل المجالس البلدية. كل الشكر دكتور شيخ شهاب بن أحمد بن علي الجابري، مستشار الوزير للشؤون القانونية، المشرف على الدائرة القانونية بوزارة الداخلية. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ خالد. شكرا جزيلا.